تنفيذا تعليمات السيد المدير العام ككل سنه وبدايه عام جديد كتخذ واحد المجموعه ديال الترتيبات الامنيه على شاكله باقي القيادات الامنيه، كتخذ واحد المجموعه ديال الترتيبات الامنيه مع توصيات عامه وتوصيات خاصه من طرف السيد رئيس الامن الاقليمي لمدينه سلا، كتجند جميع الوحدات الامنيه وجميع الوسائل اللوجستيكيه تاهبا لهذه الغايه، كتخذ مجموعه ديال الترتيبات في الشارع العام من اجل حمايه الاملاك والممتلكات، من اجل تامين حريه التجول بالشارع العام، من اجل ضمان سيولة السير والجولان، كذلك من اجل تقليص الهامش ديال وقوع حوادث السير الى الحد الاقصى بهذه المناسبه. من هاد تنفيذا هاد التعليمات وهاد تعليمات السيد المدير العام كتجند واحد المجموعه ديال الوحدات الامنيه بما فيهم وحده السير الطرقي، الوحده السير الطرقي المتحركه، الوحده المتلقيه شرطه نجده، كذلك كيدعموها باقي المصالح الامنيه الشرطه القضائيه، وكذلك كنعملوا على الهاجز الوقائي وتكريس الامن على مستوى الشارع العام والتدخل بالمناسبه في اي وقت مناسب الى اقتضى الامر. الوسائل اللوجستيكيه كتمثل في سيارات مصلحه من الحجم الكبير الحجم الصغير، كذلك الدرجه الناريه ديال السير الطرقي الكواد، كذلك كتجند الوحدات ديال الخياله على مستوى الفضاءات العموميه، وكذلك نقاط قاره، نقاط ديال الاحتياط ونقاط ديال التدخل في الوقت المناسب في اماكن مختاره كتختارها القياده لهذا الغرض.